بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله لكم الأجر أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين يا نون. واليوم هو للليلة الثانية، وفيه أستضيف خدمة الإمام الحسين الرادود المخلص الملا مصطفى العبودي. عظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، صبط رسول الله منقذ البشرية الإمام الحسين عليه السلام. أسأل الله بحقه وبحق أهل بيته أن يمن علينا بدوام هذه الخدمة إن شاء الله. الله يحفظك. والشاعر الحسيني الرائع الكبير في فكره وقصائده حسين الوائلي، عظم الله لك الأجر. عظم الله لكم الأجر وحياكم الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، عظم الله لكم الأجر. شكرا جزيلا. طبعا أحبتي متابعي قناة الأيام، الضيوف اليوم اثنين هم من طلبة الماجستير، الملا مصطفى إن شاء الله راح يناقش بالأيام القريبة، وحسين الشاعر حسين الوائلي أيضا راح يناقش في الأيام القريبة. فنسأل الله بحق الحسين أن يوفقكم. آمين يا رب العالمين. آمين آمين. أحسنت. بداية أبو ملا مصطفى، الضعن والخدمة الحسينية مخصص لهم الليلة الثانية. نعم. فأنت وين تلقى نفسك من تجي الليلة الثانية؟ من تصعد المنبر تبدي بالخدمة، تبدي بالضعن، تبدي بالمصيبة؟ طبعا هو محرم كله مصائب، يعني نعم. سواء كان في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، والأيام هي أيام الأولى والثانية والثالثة والرابعة كما حصل لها مسميات، يعني هي مسميات اعتبارية تعرف أنت، اعتبارية على مود يعني يحدد لكل شخصية من الشخصيات فد يوم معين يليق به. إيه؟ فصار اليوم الثاني يوم للخدمة، يعني حديثا يوم للخدمة. أيضا خدمة يقولون الحسينية. أنه يوم للإمام الحسن يوصى بقراءة. طبعا في واحدة من العشرات يعني محرم، ها كنت مع الخطيب ابن عمتي يعني السيد رسول الياسري. نعم. قرأنا يعني ذكر في وقتها قرأنا اليوم الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله، ها واليوم الثاني للإمام الحسن صلى الله عليه وآله. نعم. واستمرينا على نفس المنهاج يعني كملنا الحمد لله رب العالمين. فهي أيام اعتبارية وضعت للشخوص للذوات المقدسة صلوات الله وسلامه عليه. والمتابعين للقناة منتظرينك، شو وقت تصدع صوتك الردب؟ نقرأ للحسين صلوات ربي وسلامه عليه وعطاء الحسين وخدمة الحسين. أحسنتم. لذلك الشخص الذي يعبر عنه العرفاء يقولون وضع في حليب الأم، حبه حب أمير المؤمنين وأهل بيته في حليب الأم. نقرأ من هذا النسق إن شاء الله. فكنت مندي وذا أهوى أبا نعم. حسن. نعم. فأقول يا قبلة غرامي ويا عشيق عذري ويا حبي رضعت أنا من زهري يا حبي رضعت أنا من زهري يا قبلة غرامي بزغرة طوفنها بعيوني الغرام بمهد شوفنها صدر أمي العزيزة بشوق شيمنها بصدر أمي العزيزة بشوق شيمنها وحس
البن هذا العشق يسري الله ويا حب الرضا انا من زغري يسري ويا البن هذا العرام يدور يسري ويا البن هذا الغرام يدور رضعنا الحب دمع احنا بحزين عاشور يتنقل عشقنا به العوالم نور الله يتنقل عشقنا به العوالم نور بخلق الروح والله دنيتي وحشري او يا حب رضعت انا من زغري في الدنيا العشق صار بحليب امي الى خادم حسين الشاعر مسلم ديري بالدنيا العشق صار بحليب امي اي بالدنيا العشق صار بحليب امي اي حبك بي اشد حالي واشد عزمي سمعت اسمك حبيبي من قبل اسمي سمعت اسمك حبيبي من قبل اسمي أميري وبس لك طاعتي وأمري ويا حبي رضعت أنا من زغري الله صلوات الله أحسنت اللهم صل على محمد وآل محمد أعذرك يا المثالك حامل الأسفار ما يدري ايش يحمل حضرة النهاز يجل السامع تقيس بيا عقل وتساوي بالميزان اللي محمل التمر والخاويات اعجاز فرق بين اللي بكيفه على القمه يعيش الخفاش من ظلمه وابن نور الباز حسين اللي رب ضحى بنحر وباولاد واخوانه وصحابه عزاز يا ابو عزاز واحدهم جبل شايل كرامه ونور ثقل الحياه بقصته يتعب الجناز اعداء الشعائر الحسينيه ابو علي استاذ حسين دائما ما يستهدفون الخدمه الحسينيه الشعائر ها ليش ما تتبرعون بالاموال ليش ما يدرون هي هاي اللي المآدب اللي نقيمها على حب الحسين هي للفقراء والايتام فابو علي شلون تشوف هاي شعرا وقولا قولا بالبدايه نعم اليوم كل شيء مثمر يرمى بالحجر اكيد وسلام الله على حسين أوسع سفن النجاة نعم فالكل حاول تستهدفه نعم صحيح وهذا ما زادنا تمسكا به حسن وكل ما اشتدت الحرب اتجاه القضية الحسينية كل ما زاد التألق نعم نعم تعلق والتألق والتعلق نعم أكثر فإحنا هاي اللي نسويهن من مجالس من مآدب إحنا غيرهن هم نسوي نعم بس اللي نسويهن ما عليهن إعلام ما نسولف بيه ما نسولف بيه مقولة إنه أنطي وإيدك اليمنى ما تدري باليسار نعم هو هذا بينما القضية الحسينية بدون إعلام هي تمشي وهذا توفيق إلهي باتجاه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه رب العالمين سبحانه وتعالى فأقول قصيدة إلى مولات السيدة زينب أنا دائما أبدي بأي لقاء أو أي مهرجان أبدي قراءتي للسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه قطب الطف أحسنت أقول وينك حرمة يغار من عدها الغار قد ما أمان بداخلش تمتلكي الغار ضم اثنين والعش
والبيت وبداخلك أهل الكساء مظلوم. الله الغار الغار ضم سنين والعش والبيت وبداخلك أهل الكساء مظلومين. عتل عتل وقفت وقفة الماخ الثار وقفة الحرمة الأهل همس المين مثل الشمس مثل الشمس وقت الظهر تعمي الشوف هيك انت ما بين الجثث تتمشي محنية ظهرك باليسر من جابوك وانت بس وقت الصلاة تدقي يضربون تونك وانت تقرين آيات الحد ما تصور درعك انت تلبسين وضوء الجبيرة منك تعلمنا من قمت فوق عبايتك تتوضي الله الضوء الجبيرة الله بعد الضوء الجبيرة منك تعلمنا من قمت فوق عبايتك تتوضي ورديتي رديتي بس بالطف ولا صح لك باب لو صاح لك شاداحية تتسمي الله تتراجف شبيه الزلم من مروج من قلوبهم ثار الأمان تجريني الله هو انت بالطف لو الطف عايش بيك منين ما أجهب الطفة بيمين الآن أينعت السيدة زينب تقول الآن أينعت الرؤوس وأثمرت من طاح خي وراسني فوق إنشال وتراقصت تلك السيوف بكفكم المجلمة بيكم هسه صاير رجال الله وحسرتي عباس غيبوا لغا وحدكم من خياله يوقف تمثال أنا أخذ ذاك الرأس أنا أخذ ذاك الرأس والرأس انحنى عباس اريدك بس الاحوال تقاطع وصلتني حتى وانت مقطعا الله الله وصلتني حتى وانت مقطعا كل ما اجرا بالنفس بي مرسال الريح فوق مسامعي يدنو بها بيت الشتايم والحكي ما ينقل الله الريح فوق مسامعي يدنو بها ذيك الشتايم والحكي ما ينقال فأجابها قد بان عظمي من حدود قيودهم الله ما أريد أسولف وانت تعرف كل حال فأجابها نحر الكفيل بغصته وأذان زينب سمعة الكافل قال الله ايش قال يا زينب سلمي لي عطشة ماي ورانا وكون تدري عطشة ماي الله يا زينب يا زينب سلمي لي عطشة ماي ورانا وكون تدري عطشة ماي يا زينب لا تبدي عطشة ماي راس حسين عطشان الرقي الله راس حسين عطشان الرقي الله الله احسنت كثيرا ابو علي عظم الله لك الاجر. من هذه العبودية نذهب إلى فاصل أحبتي متابعي قناة الأيام انتظرونا وراء الفاصل إن شاء الله عظم الله لكم الأجر. وهذه عودة إليكم أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاسين يا نون. ومن هذه العبودية دخل بالقصيدة الفصيح صدر فصيح وصدر وعجز شعبي. ملا مصطفى أنت دائما ما أحضر لك مجالس تعشق الفصيح بالشعبي. أعشق يعني الفصيح يعني تبدأ بالفصيح فصيح والناب عرج يعني تعرج على الشعبي بس يعني متلازمة يعني يكون يعني موضوع الشعبي هذا ديدن للقضاء ديدن للخطباء يعني نعم للخطباء وانت تعيشين اثنين الخطابة عايشين اثنين الحمد نعم لله شكرا لله شكرا لله. فالأربعينية ولا مصطفى يعني لابد من الأربعينية لابد من الأربعينية لأن تعرف هي رحلة الولاء أكيد الحسيني أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما طاب لي ما طاب لي يوم الترحل مطمع كلا وما لي بالتجمل مطعم وإلى مرابعهم أحن وإن هم شتوا بأحناء الضلوع وأربعوا شجر الأراك أراك تزهو مورق شجر الأراك أراك تزهو مورقا عودا
فما لك مورقا لا تجزع الوثن ضارتها وصوح نبتها ومحت معالمها الرياح الأربع والدين قوض أهله فمحله دزر وشتت شمله المتجاهي شتوا بأحناء الضلوع وأربعوا شجر الأراك أراك تزهو مورقا عودا فما لك مورقا لا تجزع يروق لي أي منزل بك رائق أي ومنازل التنزيل قفر بايا القعو الوثن ضارتها وصوح نبتها ومحت معالمها الرياح الأربع والدين قوض أهله فمحله دزر وشتت شمله المتجمع لله أقمار أفلن بكربلا ولها بيثرب والمحصب مطلع أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام الأرفع يا طف بي على فلك الطفوف وقل له مستعبرا أعلمت من بك مودع فيك الإمام أبو الأئمة والذي أي هو للنبوة والإمامة ما أجمع مولا مولا بتربته الشفاء وتحت قبة الدعاء من كل داع يسمع يا زائر طب منازلهم وحيهم وحيهم يزيد انكر نبوتهم وحيهم ابن ختميته وحيهم وحيهم زينب زينب ابن ختميتهم وحيهم وين أهل الكرم وأهل شتب الضعن حاد الضعن وحده وحق اللي تعبد الخلق وحده غدا غدا وحده تلوذ بكتر وحده بيوم الطبن الدوايا وإنا لله وإنا
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد وآل محمد. سلام الله حبيب الله عليك، الله يحفظك إن شاء الله. سلام الله عليك أستاذ حسين. الأربعينية والخدمة فيها وأنت على طريق المشاية بالكوت، شنو هاي شو تعيشك، شو تخليك تكتب؟ هذا سر ما موجود فقط عند الإمام الحسين سلام الله وسلامه عليه. فتشوف العالم كرامات، تشوف العالم يعني عجيب، اللي يعني حتى الناس تتبدد. طيب يعني أنا عندي قصيدة بعدين أقرأ لك إياها للإمام الحجة أوظف هذا التغير عندنا. فتشوف الأطفال ليش بعدين هسه أقرأ لك إياها مسك خدام إن شاء الله، هسه أقرأ لك الأربعين. طيب فالأربعين تشوف الناس بي الأطفال الشيوخ مختلف الشرائح من مجتمعنا، وتشوفهم بسهل على بسهل على شفايف مرسل. نعم، وهذا كله من بزوار أبو علي، من بركات نعم. سيد الشهداء يبكي ثق. يوم من الأيام أنا طالع مشي من الكوت إلى كربلاء المقدسة، فبالمالح أنت تعرف نعم، فبالمالح إحنا كنا متغدين قبل نص ساعة ايه. فلقينا رجال يبكي، يا بشبيك مضيع، تحتاج شيء، تريد شيء؟ تعرف المالح قاسي يعني نعم. مواكبة قليلة كانت في حينها 2006 2007 نعم. مو مثل هسه. فقال أنا ما حد يجي يتغدى يمي، وأنا شلون أرجع للبيت وما حد متغدى يمي؟ ما حرجنا، قلنا له إحنا ما متغدين شيء. تغديت مرة ثانية. تغدينا مرة ثانية. ومن محاسن الصدف إنه السنين اللاحقة. بعدها تروح أنت تغدى. بس يمي أروح. الله يوفقك. فهو هذا توفيق إلهي. أنا أقول. للأربعين سلام الله على أبا عبد الله، للسيدة رقية، لحظة اللي دخول للقصر نعم. فالقصيدة هي لسان حال سيدة رقية، أقول اللسانها أقول طبوا طبوا بطشت وطبولهم ترقب، صغيرة وما أشوف وش صار بس أسمع الله. طبوا بطشت وطبولهم ترقب، صغيرة وما أشوف وش صار بس أسمع، بخنصر بتعلي شلبت من الخوف لحد ما قمت احس جفوف وتتنقع، لحد ما قمت احس جفوف وتتنقع، عردان عباد زينب من صعد للعين اول مره يا بس دمع من يرجع. الله هنا انا عرفت راسك بطشت موجود، لان بس بحضورك ينشف المدمع. الله الله هنا انا عرفت، هنا انا عرفت راسك ردان عباد زينب من صعد للعين اول مره يا بس دمع من يرجع، هنا انا عرفت راسك بطشت موجود، لان بس بحضورك ينشف المدمع، بطشت مثل الخرابه بلا سقف يحسين. الله الله بطشت مثل الخرابه بلا سقف يحسين، ربيت بحضن جدك بالوحم برقع، انا تغيرت مو مثل الاول ذيك، بويا وداعت تقوم تعرف تربع، قوه تربعت والخاطرك يحسين، جمرات الخيم فوق الجدم تلسع، راسك والنفس ما جرهن احتاريت، راسك والنفس ما جرهن احتاريت، شنو هذا الطشش لو راسك يلمع، زرعوك اعلنيتي وخضرتي احسين، وانت اول بشر من ينزرع يطلع، زرعوك اعلنيتي وخضرتي احسين، وانت اول بشر من ينزرع يطلع، وانت اول بشر من ينزرع يطلع، تنور الطشت من قعد راسك صار تشيم بالمواقف والنصر يطلع، اشعدها 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 خيولهم فطرة انطتك للقاع، شنو عيد بمحرم حتى تتوزع، هلا شافوك كلش زايد وبدوك، الطوس ما خذت ما تمشي في المنبع، يا المغرق الماي بجربة العباس، يا المغرق الماي بجربة العباس، لهسه يرد ذكرك يا نهر يخضع، الله يا سر الحياة الماي سرا قال، من عطشة شفافك وانت تلقى، الله الله من شح على الخدر بس انت ما شحيت، الله يا لعلمت روحك بالعطش تشبع، ذبوني عليك وطحت مثل الماي، امشي وكون اخلص حتى ما ارجع، امشي وكون اخلص حتى ما ارجع. احسنت ابو علي، الله ذكرتني بقصيدة كتبتها بال 2018 من صارت هجمة على زوار الإمام الحسين، من كل بقاع العالم أهلا وسهلا بيكم، والله ومحمد وعلي وحسين محييكم، ما أسأل وكلكم هلي، هلا بزوار أبو علي وحسين محييكم. الله حلو، ها
هذه الأجواء الأربعينية ملا مصطفى وقصائد الأربعين اللي تجيك، نعم، هل هي تحكي الحادثة رجوع الظعن إلى الأربعين، رجوع الروس مثل ما يعبرون عنه أنه مرد الروس، مرد الروس، أم القصائد الولائية وتحفيز الموالين للمجيء إلى الإمام الحسين؟ والله هي تجي من الشعراء متنوعة، كل واحد يكتب على النمط اللي يريده. شوف بذاك الوقت من كتب القصيدة شي يريد يعبر عن، مثلا يشجع الزوار، يريد يحاكي القصيدة برجوع السبايا، يريد يحاكي مثلا يحاكي عفوا مآسي آلام زينب، نعم، زين العابدين، الأطفال، القصائد متنوعة في هذا الباب. نعم. إيه؟ أبو علي، باعتبارك الآن أنت في طور أن تكون أكاديمي، نعم، شلون أثرت هاي الثقافة على مفرداتك؟ وهل تنعكس ما قرأته ودرسته بالماجستير على نوعية القصيدة ومفرداتها؟ أكيد أبو علي، اليوم أنت من تقرأ لك أي نص أو أي مفكر سواء عربي أو أجنبي راح يوسع من مداركك، راح يخليك تنظر للأمور بصورة مختلفة. أكيد، حلو. فالدراسة الأكاديمية أطرت القضية الحسينية بصيغة أكاديمية. كتبت قصيدة جديدة الآن؟ نعم. حافظ منها شيء؟ يعني إذا أتذكر لك، إيه؟ أتذكر لك آخر نص يعني بعدني جاي أشتغل فيه، لأم البنين والسيدة زينب صلوات ربي صلوات الله عليه، فأقول بي أقرأ لك اللي أتذكره يعني. إيه، هل تتذكره؟ إيه؟ تدري بينا إحنا شوية ذاكرتنا ورقية، واحد من يعبر الثلاثين هي لا من تعبر الأربعين صير ذاكرتك ورقية. والله نعم. شو أنا مسبقت لي قبل 10 سنين. خوش. فأقول بيها من ينوخذ منك كل شيء صعب وتعيش، نعم، إلا بذكرياتك تقعد تراجع، وذا كل ذكرياتك على الرمح تنشال، وتتقطع جفوف اليمك تفازر، ألا من ناصر بنص ذكرياتك صيح، ما مش سالفة تهول لك الواقع، تلاقن والجفن من الدمع ناقع، ومكان جفوف من فوق الوجه طابع، تستاحش الدمعة على الخد تطيح، قد ما عودنها بشفهن تنازل، أم فقدت أختها، أم فقدت ولدها، وأم فقدت ولدها وأخت فقدت آخ، شنو الما فقدته من الأصل للتابع، قعدا والسما دنت من القرآن، وشبر عن العباية الصوت ما طال، الله، وإلى نهاية القصيدة. الله الله، حلو، الله الله، حلو أبو علي، المنعنة وما تركنا ذكرك اليوم، المشاعل وقفة طويريج والنوب، اللطم والمشي الصحنك ويا الأشعار واليطمخ البيت وجدرة مقلوب على لبس السواد انعدم خياط ونجار المنابر صار مطلوب، وما عفناك والله ولا نسيناك، وعطش يومك نكتبه بصدر الحبوب، تمر بزيارتك ونهد لك ارواح، نمشي ورحمتك تحتفنا كل صوب، ويجون الموش ابوهم بمهم الصوت يفجرونا وتلمنا بجفه الدرس، اليكرم يحترم خدام الحسين، يطيح للحسين ويستر عيوب، كل خادم يصير حسين للنور، واسمع سني صار بحب ايوب، عليها بكل محرم صاحت الناس، عاقل عمي هذا عقله مسلوب، صرخ فلتسمع الوادم لو انصار ذنب حب الحسين اهلا من الذنوب، يا عم اترك محبه صاحوا علي، صاحب صوت كل ممنوع مرغوب، اعوف شلون نار الحزن والنوح، وما ابكي على صدره بسهم مصيوب، وخدر مسبي وجسد مزروع برماح، وجفوف وقمر على الشاطئ مخضوب، ونحر ورد النبوه بسهم محصود، وصدر نخله البار بخيل محطوب، اعوفه هو دين الورد والياس، اروح الدين بس بذبح وحروب، اخيرا الى العالم كله هالبيت اللي يصيح حسين كون بدمعه مصبوب. الله، احسنت. الى الجزء الثالث نذهب الى فاصل، وناتي الى الجزء الاخير من برنامجنا حاء سين ياء نون. أحبتي متابعي قناة الأيام، انتظرونا. نعم أحبتي متابعي قناة الأيام، عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء. عودة حبيبي ملا مصطفى، بعد روحي القصيدة، الحشد والفتوى والشهداء وتحديات العصر،
الإمام الحسين عاضر بها كل. نعم. شاركاتك، تنقلاتك، مو بس بالقصيدة، لا رحت إلى سوح الجهاد وبلغت. بلي 4 سنين يعني مرت من الحقبة الماضية، 4 سنين أنا موجود في ساحة المعركة يعني مباشر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الله وفقني في تلك، لكن لم أوفق للاستشهاد. الله يوفقك إن شاء الله. هم تقرأ لهم وتزيد؟ طبعا أقرأ قسمين يعني. نعم. بالصعود عند الحشد ساحة المعارك أقرأ قسمين، أقرأ محاضرات وأقرأ لطميات يعني قصائد لحب الحسين وآل الحسين. شو سمعنا الجمهور متلهف اللي يسمع؟ يعني قصيدة يعني الحشد هو أنصار المرجعية. إيه نعم. إيه. هم لبوا في المرجعية. والحشد هو يد المرجعية. نعم. وجند المرجعية. ولواء المرجعية. ولواء المرجعية. نعم. نعم أحسنت. وهذا الحشد هو عنوانه ثورة الحسين صلى نعم. الله عليه وسلم. أقول أنصار المرجعية ورفعت الرأس لواء حسين هذا وزود عباس. أي أنصار المرجعية ورفعت الرأس لواء حسين هذا وزود عباس. يا أهل الحكمة والزود ردت كربلاء الردود. يا أهل الهمة والزود ردت كربلاء الردود لواء حسين هذا وزود عباس. لواء حسين هذا وزود عباس. أنصار المرجعية ونعمل أبطال واحدهم على الصعبات خيال. أنصار المرجعية ونعمل أبطال واحدهم على الصعبات خيال. تطيح جفوف بس العلم ينشال. تطيح جفوف بس العلم ينشال. خيل تتقطع زنود يبقى العلم موجود. خيل تتقطع زنود يبقى العلم موجود. راس الداعشي بالخيل ينداس لواء حسين هذا وزود عباس. لواء حسين هذا وزود عباس. تقدمنا ومشينا والله شاهد داعش بالحرب من عيدنا شاهد. تقدمنا ومشينا والله شاهد داعش بالحرب من عيدنا شاهد. سيستاني ونعم للحشد قائد. سيستاني ونعم للحشد قائد. زودك نحمل حدود نظل المرجع جنود. زودك نحمل حدود نظل المرجع جنود. وجودك للوطن كل احنا خدام لواء حسين هذا وزود عباس. لواء حسين هذا وزود عباس. رجال حسين هايل تاخذ الثار. رجال حسين هايل تاخذ الثار. واحدهم اسد بالشده مغوار. واحدهم اسد بالشده مغوار. يوم الكون صيحتهم يا كرار. يوم الكون صيحتهم يا كرار. يوم الكون صيحتهم يا كرار. رجال حسين هايل تاخذ الثار. واحدهم اسد بالشده مغوار. يوم الكون صيحتهم يا كرار. يوم الكون صيحتهم يا كرار. زين
بارواح تجود بيها النصر معقود سلم بارواح تجود بيها النصر معقود نطش لهم ورد والجنة والياس والحنة والياس والحنة والياس الكبير العزيز الشاعر علي اللامي تحياتنا لخادم الإمام الله يحفظك الشاعر الله يحفظه ويزيد شرفه مع الإمام الحسين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين تستحق الإشادة موفقين إن شاء الله أبو علي حسين الوائلي حقيقة أنا ألمس في قصائدك وعي هي موفق إن شاء الله وهذا الوعي شلون تستخدمه لمعالجة الإشكالات المطروحة تدري أنت كل محرم يجي تنطرح علينا إشكالات ليش الإمام الحسين ثار والإمام الحسن قاعد ليش الإمام زين العابدين استخدم الصحيفة السجادية وما ثار على نهج الإمام الحسين وهذه الإشكالات واستمرت للإمام المعصوم سلام الله عجل الله تعالى فرج نعم الإمام المهدي العدلان نعم فشوف وعدتني تقرأ لي قصيدة للإمام المهدي بالنهاية يعني خادم إيه العفو خادم البرنامج اليوم القضية ككل من سيد الشهداء صلوات الله سلام الله عليه إلى الإمام المهدي كانت دائما الشبهات مرافقة لأن أكو إعلام وأكو جهد وأكو دولة وأكو فلوس تبذل في محاربة هؤلاء ومقابل هذا الحرب لو كانت الحرب يعني شريفة بالفكر لانزالوا أعداء أهل البيت بس كانت المعركة مو شريفة معركة قتل أنصار الأئمة وثقات الأئمة وبالتالي ترويج لفكر وعلماء تحاول تقلل وتحاول تزرع الشبهات مسعره بسعر فهذا كله ما حجبت ولا معصوم من حجب مو قول هذا احدهم يقول اخفى محبي علي خوفا من اعدائه واخفى اعداء علي بن ابي طالب خوفا من رواجها وظهر ما يملا الخافقين اي بالله وهم واحد أئمة أهل البيت تعدد ادواره ووحده هدف نعم فاليوم اكو فد نظره جديده صايره عند البعض يعني القله نعم وان القله فانا تحسبا لتكاثرهم فنحاول نوثقهم ونحجمهم نعم. حتى الناس اي نعم تفهم ترتقي وتبعد عن هذول نعم. اليوم صايره فد موده انت بالوسط موجود انه الدنيا تمشي بكيفها او بما تريد الدول العظمى اي نعم وتناست انه اكو امام معصوم موجود. الله خاله يدبر هذن كلهن نعم فاقول اني نسينا وانت اخر سنبلا حطيت الله نسينا وانت اخر سنبلا حطيت بوقت بيطلع العاقول يتوسل الله يريدنا نعيش القحط بجفاك ما ينصرك الزلمه العايش مدلل الله ضمك مستعز بيك 11 معصوم يا بس يلا نفهم حكي المبلل الله ننساك وتجي كأنك صلاة الليل الله ننساك وتجي كأنك صلاة الليل وانت اول بشر من ينهجر يسأل الله ننساك وتجي كأنك صلاة الليل وانت اول بشر من ينهجر يسأل صار العند ديني خاف بين الناس الهيك ايام ربك ضامك من جد الله قاطع دابر المال طمع لحسين الله وحتى اللي طمع لحسين يتخردر يا ما تخطل يضدك نظره من عباس الله الله يا خطوه زينب من الستر تتبجل شمرت عيوبنا شمرت عيوبنا بسجن بن شاهك ليش الله ومسحت بروسنا مسحه اللي يتكفل يا شابع غربه من تشيل ايديك انت يا شابع غربة من توخر ديك انتي يا شابع غربة من توخر ديك انتي انطينا عيون خاطر بيك تتكحل انطينا احساس عابس رايدين نعيش كافي تشيلنا 70,000 محمل كافي من الفجر تقعد توزع روح اعلى وادم روحها من الذنب تتحلل تجرنا من الذنب ورد له غرقانين وترد مستحي بس احنا ما نحتاج الله الله يا خضر السنابل عايشين عجاف اي والله يمتى نشوفك وتقرا لنا المكتب الله يمتى تصيح جدي يمتى تصيح جدي ونفهم من الصوت ياه تقصد بيهم الاخر الاول الله يمتى تصيح جدي ونفهم من الصوت ياه ياه تقصد بيهم الاخر الاول ما
من تشوف من تقول آخر نصيح يا عباس الله ومن تلزم خواصر يعني شفت التل الله من تشوف باب الله عليك من تشوف بابه وتختنق بالآه شكو زهرة بحديقة من الورد الله من تشوف من تشوف بابه وتختنق بالآه شكو زهرة بحديقة من الحزن تذبل يا يوسف محمد والله يا يوسف محمد لس قميصك خل ترد ارواحنا ونقعد في معصوم كافي تشيلنا 70,000 محمد كافي تشيلنا 70,000 الله 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 عظم الله اجرك يا اخر حقيقه ضو كل الكون يا اخر مخلص من نسل جدك امك بالولاده انذهلت من النور لان شمسي ان كانت تشرق بخير اي بالله الله الله ملا مصطفى يا بعد روحي الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حاضر نعم وياك القصائد اكيد ايش سمعنا ما يخص الحادثه المصيبه قبول الامام الحجه بهذه المصيبه واستقبالها عفوا استقبال الامام الحجه لهذه المصيبه مقطوعه سمعك نعم يعني هي ربما تعتبر نعي او مقدمه او فشي يعني يقول مجمور القلب مجمور ويل مجمور قلبه يعور اعتابه اي والله ما مجمور القلب مجمور والمجمور قلبه يعور اعتابه ما ينفع دول مصيوب لو ريحة شماتة تهيج صوابه ما ينفع دول مصيوب لو ريحة شماتة تهيج صوابه قد ظن العمر صيام قضينا العمر صيام وهلال الفطر مجتوف بغيابه طبع الهاشم يقولون من يغتاظ طبع الهاشم يقولون من يغتاظ من يغتاظ غير الله شفظها طلاب وتطلاب يا ابني الحسين يا ابني يا ابني الحسن يا ابني الله حسن شاي قلش وقت تغتاظ والثار المحتم انت طلاب مولاي مولاي مهرك للحرب مسروج شاي انت تحط جدمك على الشابة وسيفك ما كفاه النوم كل اليا وقت يبقى مغطى بقرابه ومن يضق الهموم السيف يا رقبه يا رقبه اللي تهابه صلى الله عليه وسلم اريدك نختم البرنامج بمقطع لك بدينا بالسيده زينب سلام الله عليها وننهي بالسيدة زينب لطيف أقول الله تشي يا زينب أكون سوي الحجاب الله الله تشي يا زينب أكون سوي الحجاب إن مو كل السوالف ينحجت قاموا تتوقف عبات بصف عبات الله والعبد بيناتهم يتعاقده أنت نول رجب يمشن راكعات الله الجيش حاير ذن صلى نحدبه الله كان أثر بجبينهن مو للسجود للعبد جروهن وما فرح الله كان أثر بجبينهن غير السجود
للعب تجرهن وما فر عن زغرا من المستحى زغرا من المستحى وطال الحجاب يمسح بخطوات من يستحى ما يمر بيهن هو يحرك عباد غيبة ما حد شال بيهن من مشن ما يمر بيهن هو يحرك عباد غيبة ما حد شال بيهن من مشن رادوا يعطشوها حتى تصيح ماي عطشت وصاحت علي يا ابو الحسن عطشت وصاحت علي يا ابو الحسن وما يسئلن ما يسئلن بالدرب يا ديره هاي ما يسئلن بالدرب يا ديره هاي غير زينب كانت وياهن الله كانت اقرب من سهم عين الكفين الله زينب بعباس هسر واندفن مشت منها رسومها وظلت خيال ظلت خيال كل ملامحها على كافلها الجفن كانت اول وحده زينب بالمسجد كانت آخر وحدة تجمع بالبكر كانت تعرف النوايا من الضمير الله كانت توزع مواقف على الزمن الله كانت المصاير تقل ويصير الله زينب تعرف اليجن قبل اليجن ما له راي السهم من يجهب أسير إيج تجهب لو شمر صد للضعن وأخيرا أخوي وكل شيء قد السم الله أخوي وكل شيء قد السم الله راس على الرمح جن سم الله اعثرت والراس صاحلها سم الله الراس قال من طقه ورقيه الله سلامتكم الله يحفظك ان شاء الله خدمه حسين احسنت كثيرا ابو علي احسن الله عليكم خدمه حسين ربح لا مو خساره ميزان حسناتك هاي القصيده نعم شكرا لملا مصطفى على هذه القصائد عظم الله لك الاجر شكرا لك ايها العزيز هذه القناة المباركة وللإخوان في خلف الكواليس عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لنا ولكم العزاء أسأل الله يجعلنا وإياكم في سجل يجعل هذا العمل في سجل أعمالنا إن شاء الله آمين يا رب الشكر آمين. موصول لكم أحبتي خلف الشاشات وأنتم تسمعون هذا المجلس الحسيني وإن شاء الله بميزان حسناتكم عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء إلى حلقات أخرى من برنامج حاء سين ياء نون من قناة الأيام عظم الله لكم الأجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.